يعني سنة من النوم يعني ما بنامش يعني قصدي. سنة؟ سنة يعني؟ سنة هي أنا ما أعرف علي بس يعني مش عارف كيف أفسرك إياها. سنة غفوة يعني ولو شيء بسيط من يعني شيء بسيط من غفوة بسيطة أو هيك بما معناها يعني. سنة هي لحظة غمضة العين يعني أو يعني السهو لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. سنة يعني سنة. سنة يعني عمر. السهو أو النسيان. ولا تأخذه سنة من النوم هي تعود على رب العباد لا إله إلا الله جل جلاله بأنه لا تأخذه سنة من النوم يعني جزء من الغفلة أو النوم يعني هي قربت للنوم يعني السهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم معروف لكن ما هي السنة؟ السنة في لغة العرب والنعاس مقدمات النوم، فالإنسان الذي ينام يقال عنه نائم، لكن الذي يبدأ يتجه نحو النوم ويغلبه النعاس يقال عنه وسنان، الوسنان الذي بدأ في النعاس لينام. فالله عز وجل سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني إن الله لا ينام وليس عنده سبحانه وتعالى مقدمات النوم، فهذه الصفات لا تنطبق على الخالق، هذه للمخلوق. لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا عندما يعلم الإنسان أن الله لا ينام أيضا اعلم أن الله لا يصيبه النعاس، والله سبحانه وتعالى لا يتعب ولا يمل. كل ما في صفات الضعف للبشر حاشا لله أن تكون فيه صفات، لذلك نفى الله عز وجل عن نفسه النوم ونفى عن نفسه السنة وهو ما قبل النوم وهو النعاس، ونفى عن نفسه التعب سبحانه وتعالى، ونفى عن نفسه الضلال، وأيضا نفى عن نفسه النسيان. هذه صفات العظمة لله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. Mm-hmm.